بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. مرحبا بكم وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل ببيت البركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء لدى دول صديقة وشقيقة يؤدون قسم اليمين. مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد على أهمية الحد من وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام وإيجاد البدائل لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة. السلطنة عادتها لن تتأخر في دعم مسار السلام في سوريا. السلطنة تؤكد أنها لن تتأخر عن دعم مسار السلام في سوريا من خلال مؤتمر جنيف 2 أو أي وسائل أخرى. إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة مساء اليوم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال المقابلة نقل سمو الضيف الإماراتي إلى جلالة السلطان المعظم أطيب تحيات وتمنيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لجلالته والشعب العماني، كما حمله جلالته نقل تحياته وتمنياته الطيبة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق. كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للشعبين العماني والإماراتي الشقيقين. حضر المقابلة مع السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. فريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى البلاد مساء اليوم في زيارة للسلطنة، يرافقه خلالها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبالهم بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد ومعالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة مساء اليوم عدد من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدى القسم كل من سعادة السفير الشيخ أحمد بن سالم بن أحمد الشنفري سفير السلطنة فوق العادة والمفوضي لدى جمهورية قبرص، سعادة السفير ناصر بن سيف بن سالم الحسني سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
سعادة السفير خميس بن محمد بن عبد الله الفارسي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة السفير الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى بروناي دار السلام، سعادة السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية اليمنية، سعادة السفير نجيم بن سليمان بن نجيم العبري سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى مملكة بلجيكا، سعادة السفير صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية كينيا، سعادة السفير عبد الله بن عبيد بن سنور الهنائي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى المملكة المغربية، سعادة السفيرة كفاية بنت خميس بن مياء الرئيسية سفيرة السلطنة فوق العادة والمفوضة لدى مملكة أسبانيا، سعادة السفير سعود بن علي بن محمد الرقيشي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة السفير منذر بن محفوظ بن سالم المندري سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية الفلبين، سعادة السفير الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية كازاخستان، سعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد با عمر سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الإيطالية، سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبد العزيز الرواحي سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية الهند، سعادة السفير مبارك بن سالم بن علي الزكواني سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سعادة السفير حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت، سعادة السفير سمو السيد نزار بن الجولندا بن ماجد آل سعيد سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية أندونيسيا، سعادة السفير عبد الله بن صالح بن أحمد الميمني سفير السلطنة فوق العادة والمفوض لدى مملكة تايلاند، حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي آل سعود، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأسرة آل سعود المالكة، سائلا الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم بمكتب سموه معالي الدكتور خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث رحب سموه بمعاليه والوفد المرافق له، وقد نقل معالي الضيف تحيات القيادة الأردنية وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته والشعب العماني. تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجالات تطوير أجهزة الخدمة وتنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية الهادفة إلى إعداد الكفاءات الإدارية، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد أعرب معالي خلف الهميسات عن اعتزازه بهذه الزيارة مشيدا بتجربة السلطنة في مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده البلاد بفضل قيادتها الحكيمة، ومؤكدا على استمرار الأردن في تعاونها مع السلطنة على كافة الأصعدة، كما أشاد معاليه بالمباحثات التي أجراها مع معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية وكبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون رئيس الوزراء بمكتب سموه اليوم وفد بيت الحكمة العراقي برئاسة الأستاذ الدكتور محمود علي الداود مشرف الدراسات السياسية، حيث رحب به والوفد المرافق الذي يزور السلطنة للمشاركة في ندوة العلاقات العمانية العراقية، معربا سموه عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على توطيد التعاون بين البلدين في العديد من المجالات،
كما أشاد سموه بدور بيت الحكمة العراقي كمؤسسة فكرية علمية تضم نخبة من العلماء وتطلع إلى الارتقاء بالبحوث والدراسات في كافة مجالات العلوم والثقافة، إلى جانب دورها في إرساء منهج الحوار بين الثقافات والأديان. وقد تناول الحديث خلال مقابلة العلاقات العمانية العراقية عبر التاريخ ودور كل منهما في الحفاظ على الموروث الحضاري ودعم جهود العلماء والمفكرين. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن تقدير العراق للسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم أبقاه الله ودورها في إثراء النواحي الثقافية والفنية وتشجيع الدراسات والبحوث. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه اليوم سعادة كريس بيباني سفير جمهورية جنوب أفريقيا المعتمد لدى السلطنة، حيث رحب سموه بسعادته متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من الاطراد. وقد نقل سعادة السفير تحيات فخامة جاكوب جيد لهالكاسا زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدا سعادته بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين. تناول الحديث خلال المقابلة العلاقات الثنائية الوطيدة بين السلطنة وجنوب أفريقيا، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين الجانبين والجهود المبذولة لتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين، كما تم التطرق إلى مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. أكد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على أهمية الحد من وتيرة الارتفاع الذي يشهده الإنفاق العام وإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وقد أشار المجلس إلى أهمية المحافظة على نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، بالإضافة إلى بحث بدائل تعزيز الإيرادات غير النفطية وإعداد الدراسات اللازمة حيالها. كما ناقش مجلس الشؤون المالية تقرير مجلسي الدولة والشورى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، والذي يتضمن مرئيات المجلسين حول تقديرات الموازنة وتفاصيل الإيرادات والإنفاق، وأوصى برفع مشروع ردود على الملاحظات عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 إلى مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض المجلس أيضا التقرير المتعلق بالمركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية كما هو في 30 نوفمبر من العام الجاري، بالأداء الفعلي للمالية العامة والمعدلات التي تم تحقيقها في جانبي الإيرادات والإنفاق العام. كما ناقش التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة حول أنشطته وعوائد استثماراته، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. فرحة من موظفي القطاع المدني صاحبت صدور المرسوم السلطاني بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين والذي يحوي 18 درجة جديدة. وأكد غالبية الموظفين أن الجدول الجديد يلغي الفروقات بين موظفي الخدمة المدنية ويعطي الموظف حافزا للتفاني في العمل وتقديم الأفضل. على امتداد سنوات النهضة المباركة ظل الإنسان العماني محور التنمية وغايتها في الخطط الخمسية المتوالية، والتي ركزت على الاستثمار في المواطن من خلال تحسين معيشته لينعم بحياة كريمة هانئة. وجاء المرسوم السلطاني السامي بإصدار جدول الرواتب الجديد للموظفين المدنيين ليؤكد على هذا المحور. هذه الزيادة ستكون حافز يعني للإنتاج، زيادة الإنتاج للموظفين، والحمد لله يعني زيادة الرواتب ارتياح نفسي للموظف، وأيضا عطاء آخر راح يضيفه الموظف، لأن هناك حس إن الحكومة واقفة معاه وأيضا قدرت الجهود
وأيضا خلقت مساواة ما بين الموظفين في القطاعات المختلفة. صدور جدول الرواتب الجديد الذي يشتمل على 18 درجة أعطى ارتياحا للعاملين في القطاع المدني ممن شملهم المرسوم، خصوصا وأنه سيعمل على رفع المستوى المعيشي والاستقرار الوظيفي بمختلف قطاعات الدولة. أوجه شكر خاص لصاحب الجلالة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وطبعا هذه المراسيم السلطانية ليس غريبة على صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وطبعا هذه تعزز من إنتاجية الموظفين وجميع القطاعات. فكرة توحيد الرواتب حققت الغاية المطلوبة في ثبات الحمانيين في جميع الوحدات الحكومية والرضا لدى جميع المواطنين. ومع ترقب جدول علاوات طبيعة العمل، فإن راتب الموظف في القطاع المدني سيشهد زيادة جديدة ستحفزه على مزيد من العطاء والتفاني في وظيفته. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد الفاصل. رغم شدة البرد في جبل استراب ولاية عبري، معلمو وطلبة المدرسة يحرصون على أداء رسالة العلم. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تل. برنامج النقاط الذي يمنحك المزايا. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية وغيرها الكثير. عالم من المزايا في انتظارك. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تل. سجل اليوم. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع أو تفضل بزيارة www.omantel.org. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل ببيت البركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة سفراء لدى دول صديقة وشقيقة يؤدون قسم اليمين. مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد على أهمية الحد من وتيرة الارتفاع في الانفاق العام وإيجاد البدائل لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة. السلطنة بعادتها لن تتأخر في دعم مسار السلام في سوريا. السلطنة تؤكد أنها لن تتأخر عن دعم مسار السلام في سوريا من خلال مؤتمر جنيف الثاني أو أي وسائل أخرى. أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة لن تتأخر في دعم مسار السلام في سوريا سواء من خلال مؤتمر جنيف الثاني أو أي وسائل أخرى. وجاء ذلك على هامش حفل توزيع جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب ردا على سؤال من أخبار التلفزيون لمعاليه عن مشاركة السلطنة في مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية المقرر عقده الشهر المقبل. أننا هناك من يعتقد بأن السلطنة ينبغي لها أن تساهم في هذه المرحلة، ولكننا نعتقد بأن هذه المرحلة هي للدول التي تشرف على مسارات جمع الشمل السوريين حول طاولة اللقاء وليس المفاوضات، طاولة اللقاء. وقد لا يكون من المستحب
أن تتوسع دائرة الآراء في المرحلة الأولى، ولكن ربما في مراحل لاحقة إذا ما كانت هناك حاجة تراها السلطنة للمساهمة في جمع الشمل السوري، سواء كان من خلال هذه المؤتمرات أو من خلال وسائل أخرى، فالسلطنة بعادتها لن تتأخر في دعم مسار السلام في سوريا. واصل الطيران السوري قصفه على مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم امرأة وثلاثة أطفال. وقال المرصد السوري إن القصف استهدف كذلك بلدة أورما الكبرى في الريف الغربي لحلب ومدينتي أعزاز والأتارب، وتتهم المعارضة الحكومة السورية باستخدام البراميل المتفجرة في قصف المدينة. استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب ستة آخرون جراء سلسلة غارات جوية ومدفعية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأعلنت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف أطراف مخيم المغازي للاجئين، ما أدى إلى مقتل الطفلة التي تبلغ 3 أعوام، وكان من بين المصابين والدتها واثنان من أشقائها. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن القصف جاء ردا على حادث مقتل مدني إسرائيلي تعرض لإطلاق نار من جانب قناص فلسطيني شرق غزة. أعلنت الرئاسة المصرية الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا تفجير مبنى أمن محافظة الدقة الهيلية. وقال رئيس الوزراء المصري إن الهجوم يستهدف عرقلة خارطة الطريق. وأكدت مصادر طبية أن الحصيلة النهائية للقتلى بلغت 13 قتيلا، غالبيتهم من رجال الشرطة، بالإضافة إلى 100 جريح. في واحدة من أكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، هز انفجار بسيارة مفخخة مدينة المنصورة موقعا عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم من رجال الشرطة المصرية. الانفجار استهدف مديرية أمن المدينة بدلتا النيل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 14 شخصا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. وأدى الانفجار كذلك لانهيار مبنى مديرية أمن المنصورة وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة، من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي. ولحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة والسيارات الخاصة. احنا لما سمعنا الانفجار دوت طبعا احنا طلعنا جري، يعني احنا خوفنا وطلعنا جرينا لحد ما عرفنا الانفجار هنا عند المديريه. فاحنا جينا شفنا الوضع ده، طبعا حاجه الناس ذات نفسها احنا ما قدرناش نستحمل، احنا ما قدرناش نستحمل المنظر ذات نفسه. قوات الامن المصريه طوقت المنطقه المحيطه بموقع الانفجار، واغلقت مداخل ومخارج رئيسيه للمنصوره، واقامت نقاط تفتيش للبحث عن الجناه. الانفجار جاء قبل 3 أسابيع من الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور المصري الجديد. بأكد للناس أنهم يبقوا مطمنين تماما بإذن الله، في خطة محكمة من القوات المسلحة وبالاشتراك معانا هيتم تأمين كل المراكز الانتخابية على أعلى مستوى، وبإذن الله يعدي اليوم بإذن الله على خير. الانفجار يأتي ضمن سلسلة عمليات تعرضت لها قوات الجيش والشرطة المصرية، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الأمن. أعلن في روسيا عن وفاة ميخائيل كلاشينكوف، مخترع بندقية الهجوم الروسية الشهيرة، عن عمر يناهز 94 عاما. وذكر التلفزيون الروسي أن مصمم السلاح الشهير الذي يحمل اسمه كلاشينكوف توفي بعد صراع طويل مع المرض في مسقط رأسه بجمهورية أدمورتيا شرق العاصمة موسكو. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة كلاشينكوف خسارة لا تعوض، وتحول كلاشينكوف إلى أسطورة بفضل بندقيته الآلية الرشاشة التي اخترعها عام 1947، وبيعت منها ملايين القطع وانتشرت في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال 60ياتي و70ياتي القرن الماضي.
التقى معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه اليوم معالي الدكتور خلف إبراهيم سلام الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق للضيف الأردني. احتفلت الشركة العمانية لإدارة المطارات بالذكرى السنوية 40 على افتتاح مطار مسقط الدولي في العام 1973. وأثبت المطار كفاءة عالية في نظام النقل الجوي منذ إنشائه في وقت تتسارع فيه الخطى لاستكمال مشاريع توسعة المطار. أقيم الحفل تحت رعاية معالي السلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. هكذا وفي عام 1929 ميلادية بدأت حركة الملاحة الجوية بسلطنة عمان في مطار بيت الفلج بمهبط ترابي ومعدات محدودة. أما اليوم فنحن على بعد أشهر من تشغيل المطار الأحدث والأكثر تطورا بالبلاد. المطار إن شاء الله سوف يكون يعني فوق المتوقع من حيث الخدمات، من حيث التسهيلات، من حيث الإجراءات. سوف يكون مجهز بتقنية عالية إن شاء الله وفريدة، سوف يواكب بقية المطارات العالمية وينافسها إن شاء الله. 40 عاما مرت على تشغيل مطار السيب الدولي سابقا ومسقط حاليا منذ العام 2008 بعد تغير مسماه لدواعي ربطه بالعاصمة مسقط وتسويقه كمطار معتمد من منظمة الطيران الدولي والتطلع لمرحلة أفضل. متفائلون بعد 40 عاما لهذا المطار والإنجازات الحكومية المهمة في تطويره، وأنا واثق من نجاحه من خلال التطور الذي يسير بشكل مميز، ونحن نتطلع لمرحلة رائعة للمطار الجديد. ارتفع عدد شركات الطيران المسيرة للرحلات عبر مطار مسقط الدولي إلى 32 شركة مستوعبة 7,600,000 مسافر سنويا من خلال تشغيل أكثر من 74,000 رحلة جوية، لترتفع طاقة المطار إلى 12 مليون مسافر بعد اكتمال المطار الجديد في أواخر العام 2014، ويرتفع مع التوسعات المخطط لها في 3 مراحل لاحقة لتعزز قدرة المطار السنوية إلى 24 مليون مسافر سنويا، ومن ثم إلى 36 مليون مسافر و48 مليون مسافر في المرحلة الأخيرة من تطوير المشروع. عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا بمسقط للتعريف بمشروع جديد أطلقت عليه اسم الريادة. تقوم فكرة المشروع على إقامة ملتقى سنوي لتشجيع الموظفين بوزارة الصحة على تقديم مبادرات تسهم في تطوير العمل الإداري والمالي. الريادة هي واحدة من الأفكار التي تنفذها وزارة الصحة حاليا، وهو مشروع هدفه تشجيع الموظفين على المبادرة في المجالات الإدارية والمالية، وذلك في صورة ملتقى سنوي على شكل يوم مفتوح تطرح فيه المبادرات المجيدة وفقا لشروط معينة. فكرة المشروع تقوم على تقديم مقترحات ومبادرات غير مسبوقة تسهم في تطوير أساليب العمل وتحسين العملية الإدارية والمالية. الهدف منها تحقيق الأهداف المقصودة بإذن الله تعالى، وهناك طبعا مآرب كثيرة لهكذا موضوع، لكن في مجمله الهدف ينصب في تحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة. مشروع الريادة تكمن أهميته في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتهم وحثهم على مساهمتهم في تطوير المنظومة الإدارية تخطيطا وتنظيما وقيادة، حيث تصنف المبادرات حسب نتائجها، ولكن السمة الأساسية للمبادرة الناجحة هي إمكانية التطبيق وقياس التأثير. مشروع الريادة تكمن أهميته في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتهم وحثهم على مساهمتهم في تطوير المنظومة الإدارية تخطيطا وتنظيما وقيادة، حيث تصنف المبادرات حسب نتائجها،
ولكن السمة الأساسية للمبادرة الناجحة هي إمكانية التطبيق وقياس التأثير. نتحدث فيها عن المبادرات. الهدف من هذا اللقاء اللي راح يكون في 30/12 ما انه يكون لقاء يعني حفل فقط، لكن هذا لقاء ممنهج، وهذا اللقاء راح يكون ان شاء الله بشكل سنوي، يهدف الى تنمية الموارد البشرية، يهدف الى يعني التطلع الى الافكار التي ممكن ان نجدها من موظفي وزارة الصحة، وبحيث ان ناخذ هذه الافكار ونطبقها. وسيسعى ملتقى الريادة المقبل على التأكيد بأهمية المبادرة من قبل الموظفين في مختلف المجالات الإدارية والمالية والعمل على الأخذ بها وتنميتها وتطويرها. لتلفزيون سلطنة عمان، عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط. انطلقت بولاية صور فعاليات المهرجان المسرحي الأول الذي تستضيفه كلية العلوم التطبيقية، وشهد افتتاح المهرجان حضورا كبيرا من الممثلين المسرحيين العمانيين الذين تركوا بصمة على خشبة المسرح المحلية. المهرجان يهدف إلى صقل المواهب الطلابية، كما أنه يعد فرصة لمعرفة تطلعات الشباب وآمالهم. ويسعى المهرجان خلال الأعوام المقبلة لاستضافة عروض مسرحية خليجية وعربية. تشهد محافظة ظفار هذه الفترة بدء موسم صيد السردين الذي يشكل حدثا اجتماعيا ينتظره أبناء المحافظة في كل عام. وتستغل أسماك السردين كعلف للحيوانات وسماد للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استهلاكها على مائدة الطعام. على وقع هذا اللحن البحري وحماس الصيادين، استبشر أهالي محافظة ظفار بموسم صيد السردين، أو كما يطلق عليه محليا بالعيد والعومة، والذي يبدأ من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير، وأحيانا يمتد إلى شهر مارس من كل عام. الموسم بشكل عام أنا صار بحمد لله، يعني كان موسم مش مثل العام السنوات القديمة، لأنه كان ضعيف شوي من أول، لكن الحمد لله الحين صار أشياء أحسن. وتزداد أسراب السردين في هذا الموسم نتيجة المياه الباردة في المحيط الهندي، وهربا من مطاردة الأسماك الكبيرة والمفترسة، حيث تسلك خط سيرا في المياه الشاطئية الأقل برودة بمحاذاة الشريط الساحلي. من هناك يتحرك كل هنا سلالة ولا حافة ولا طاقة ولا يعني توقد فيه العمر. وتختلف طرق صيد السردين من حيث حجم الشباك، ولعل الشباك الكبيرة التي يعمل فيها مجموعة كبيرة من الصيادين هي الأكثر شيوعا في المحافظة، وتباع أسماك السردين في الأسواق المحلية والخليجية، كما يستخدم كعلف للحيوانات بعد أن يجفف، وسمادا للأراضي الزراعية، واستخراج الزيوت التي تدخل في طلي القوارب والسفن. يعني هذول الشباب يعني قلبيتهم حوالي يمكن 18 إلى 19 شاب، كلهم مخلصين الثانوية وحتى مخلصين المعاهد والجامعات، موجودين عندنا شقالين لين عاد ما حصلوا على وظائف، وهم يعني شقالين معنا علشان يعني خردتهم وكسب رزق. بقت ثلاثة ضواقي، وهذه الثلاثة ضواقي ما وحت، شفت؟ والضواقي هذه فيها شباب، ما تحصل شيء بمثلي إلا نحن عدة أشخاص ثلاثة أو أربعة، والبقية كلهم شباب. يعد موسم الضواقي من المواسم البحرية الهامة بمحافظة ظفار، حيث يشكل موردا اقتصاديا مهما بالنسبة للصيادين وأهالي المحافظة بشكل عام. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن بخيت العامري، محافظة ظفار، صلالة.
شهدت بعض مناطق نيابة الجبل الأخضر التابعة لولاية نزوة بمحافظة الداخلية انخفاضا في مستويات درجات الحرارة، ما أدى إلى تساقط الصقيع وحبات البرد، حيث اكتست بعض مناطق الجبل الأخضر باللون الأبيض نتيجة هذه الموجة الشتوية الباردة. كاميرا الأخبار تواجدت على قمم الجبل الأخضر ورصدت جانبا من تساقط الصقيع. ولازلنا مع الأجواء الباردة الجميلة في بلادنا الحبيبة، وبحلول فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات تصل في الكثير من الأحيان إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية، الأمر الذي يشكل صعوبة أمام قاطني قمم الجبال. فريق الأخبار زار قمة جبل السرى بولاية عبري وقضى يوما شديد البرودة في مدرسة جبل السرى للتعليم الأساسي. رغم شدة البرودة في جبل السرى، إلا أن طلبة وطالبات المدرسة حرصوا على الحضور مبكرا والانتظام في الدراسة وسط شعلة من النشاط والحماس الملفت. المدرسة لنا مفيدة لنتعلم ونعتبرها البيت الثاني ولينا ابن الوطن، وكل هذا من أجل الوطن. نحن نحب نجي المدرسة، فأنا يبدأ الدوام الساعة 7:30 في الطابور. لأن نجي المدرسة حتى لو كان برد، لأن احنا نحب نتعلم، حريصين على التعلم من أجل الوطن. الجميع يتفاعل مع برنامج اليوم الدراسي، المعلم والطالب، فتغير الأجواء وتباين درجات الحرارة لا تقف عائقا أمام الحرص على اكتساب العلم وسط حالة جو غير عادية. خلال الأسبوع الحالي انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر بالليل، وإحنا طبعا نشوف القراءة وصل إلى 3 درجات تحت الصفر، ولكن رغم هذه الأجواء والحمد لله رب العالمين الكل يتحدى هذه الأجواء، الطالب يتحدى هذه الأجواء، مصر على الانتظام والانضباط ومواصلة دراسته، المعلم كذلك حريص على أداء هذه الرسالة رغم هذه الأجواء، وأحيانا تزداد صعوبة، أحيانا الضباب يكون كثيف، يعني السائق كذلك لا يستطيع الوصول إلى الجبل بفعل الضباب. في حصة الفنون التشكيلية حركت حالة البرد الشديد خيال الطالبة ميادة ودفعتها لرسم صورة فنية استوحتها من واقع فرضته الطبيعة، أناملها وفرشاة ألوانها صاغت هذه اللوحة علها تشعرها بالدفء والحرارة. رسمت الجبال وهي عليها ثلج وهناك حطب وأشعلت عليه النار. الجميع هنا فرح بانتهاء يوم دراسي، وقد حانت لحظة العودة للمنزل في مشهد يحمل حماسا وقادا لمواصلة درب العلم وطلب العلا. حب العلم والتعلم هو ما دفع هؤلاء البراعم إلى الانتظام في الدراسة على الرغم من برودة الأجواء والانخفاض الشديد في درجات الحرارة هنا في مدرسة جبل السرى. سعيد بن الذيب الهنائي، تلفزيون سلطنة عمان، من جبل السرى، ولاية عبري. أخبار المال والأعمال من خلال النشرة الاقتصادية مع خلفان بن سعيد العامري. النشرة الاقتصادية برعاية الشركة الوطنية للعبارة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد يناقش عوامل جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية في محافظة الوسطى. الاهتمام ببناء الكوادر البشرية وتأهيلها والعمل على جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية بالدقم هي أبرز العناوين التي تم مناقشتها في ملتقى المجتمع والاقتصاد. رعى الملتقى سعارة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان. الفرص الاستثمارية في محافظة الوسطى والمؤشرات الاقتصادية للمشاريع في منطقة الدقم ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي أبرز أهداف ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد.
تهتم الشركات العاملة في منطقة الدقم الخاصة بتدريب الشباب في فروع الشركات، يعني إن كانت في عمان أو إن كانت في خارج عمان. يعني هناك شركات عالمية موجودة، الشباب محتاجين إلى تدريب، محتاجين إلى عناية، لا يمكن أن نقحمهم في ميدان العمل مباشرة. الفرص المناسبة والاستثمارات في محافظة الوسطى وفي جميع محافظات السلطنة وأيضا في جميع يعني بلدان العالم، ومن أجل إتاحة يعني الفرص المناسبة وإتاحة التوظيف حتى أن هذا الشعب ينعم ويستفيد من هذه المشاريع العملاقة الموجودة، وحتى هذا البلاد أيضا ينعم بما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية واقتصادية واستثمارية. الملتقى يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي الدقم رؤية استراتيجية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستثمار، والناس والمشاريع الاستثمارية بالدقم. ملتقى الدقم للاقتصاد والمجتمع جاء في وقته للبي حاجات المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحاجات أيضا رغبات الشباب من الفرص المتاحة في هيئة الدقم الاقتصادية، وهو بالتالي يعني هناك فرص من خلال الشركات القائمة العملاقة الموجودة في الهيئة، وهناك رغبة أيضا من الشباب للإنخراط في العمل هذه الشركات. نتمنى الشباب في ولاية الدقم الفرص والاستثمار من هذا الملتقى والاستفادة للجميع. الشباب صراحة نتشرف في هذه الالتقاء، ونتمنى عدة لقاءات تكون مثل هذه علشان يستمر الشباب العماني وخاصة في المنطقة الوسطى وبالذات ولاية الدقم. اشتمل الملتقى على جلستي عمل، الأولى حول دور منطقة الدقم وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والثانية حول استراتيجية المنطقة وفرص التوظيف المتاحة. كما يتضمن الملتقى معرضا للمنتجات الحرفية، وشهد تدشين كتاب الدقم المجتمع والاقتصاد. أقرت الحكومة اليابانية اليوم ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول إبريل المقبل، وذكرت الحكومة اليابانية أن حجم الميزانية يصل إلى 922 مليارا و22 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أنها تسعى من خلالها إلى إنهاء عقود من الكساد الاقتصادي واستعادة الثقة في الحالة المالية. وتشير الميزانية اليابانية إلى زيادة في الإنفاق على الدفاع ومشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمان الاجتماعي، فيما يصل الإنفاق المرتبط بسياسات اقتصادية إلى مستوى قياسي. ارتفع خام برنت صوب 112 دولارا للبرميل بفعل الصراع في جنوب السودان، والذي يهدد إمدادات النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من جراء تعطيلات الإنتاج الليبي. ونزل إنتاج جنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل بعد إغلاق حقول النفط بولاية الوحدة بسبب المعارك. وفضلا عن تعطل إمدادات من جنوب السودان، ما زال إنتاج ليبيا منخفضا أكثر من مليون برميل يوميا مع استمرار إغلاق مواني التصدير الرئيسية. ورغم العنف والتوترات في إفريقيا، سجل الاتجاه السعودي للنفط مكاسب محدودة بفضل تلقي السوق إمدادات جديدة. نهاية الأخبار الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة، وعودة إلى أحمد ولجينة. النشرة الاقتصادية برعاية الشركة الوطنية للعبارة. شكرا خلفان. جولتنا الإخبارية تأخذكم اليوم بين تاريخ مسابقة أكل الفطائر بمدينة ويغان البريطانية ومهرجان اليوغا الضاحكة في فيتنام، بالإضافة إلى تحدي الفرنسيين جوليان وميلوت بالمشي فوق أسلاك التلفريك وسط جبال الألب. التفاصيل في التقرير التالي. 3 2 1. فاز ضابط الشرطة أيان كلوتون البالغ من العمر 38 عاما بمسابقة شعبية تتعلق بتاريخ مدينة ويغان البريطانية، ألا وهي البطولة العالمية لتناول الفطائر. ولا تعتبر هذه المسابقة مناسبة لمن يريدون تذوق الفطيرة والاستمتاع بها فحسب، فالفوز بها قد يفرق أجزاء من الثانية بين من تمكنوا من التهام فطيرة يبلغ قطرها 12 سنتيمتر.
سنتيمترا وعمقها 3 سنتيمترات ونصف في أسرع وقت ممكن. وتقام هذه المسابقة سنويا في مطعم هاري بمدينة وجان، ويحضر خلال المسابقة استخدام السوائل التي تساعد على بلع الفطيرة. وأنهى الضابط كلوتون الفطيرة في 1:06، ولكنه لم يصل للرقم القياسي العالمي الذي حققه متسابق آخر العام الماضي بما يقارب 24 ثانية فقط. ما لا يقل عن 200 شخص تجمعوا في العاصمة الفيتنامية هانواي للمشاركة في اليوغا الضاحكة. واحتشد المشاركون منذ وقت مبكر في منتزه لتايتو، وتحلقوا حول شجرة عيد الميلاد وبدأوا في التمايل والرقص ثم الضحك. ويعتقد المشاركون في هذه الرياضة أن الضحك أثناء اليوغا يعزز مشاعرهم من أجل عيد سعيد. وتعود بدايات اليوغا الضاحكة إلى أوائل عام 1990 حيث ظهرت في مدينة مومباي الهندية. بين قسوة جبال الألب الفرنسية تحدى الفرنسي جوليان ومواطنه ميلوت خط التلفريك الذي يعد واحدا من أكبر نظم نقل التلفريك في العالم. تحدي الصديقين كان عبارة عن المشي فوق أسلاك التلفريك الممتدة بين الجبال، ويقول المغامران إنهما يهدفان إلى تسجيل اسميهما في قائمة المغامرين. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل ببيت البركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء لدى دول شقيقة وصديقة يؤدون قسم اليمين. مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد على أهمية الحد من وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام وإيجاد البدائل لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة. السلطنة عادتها لن تتأخر في دعم مسار السلام في سوريا. السلطنة تؤكد أنها لن تتأخر عن دعم مسار السلام في سوريا من خلال مؤتمر جنيف الثاني أو أي وسائل أخرى. نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.